اهلا بكم على مهند من اكسيد. اليوم وصلتنا السياره تي اكس ال الفيس ليفت موديل 25، ويلا بينا نشوف مواصفاتها من الداخل. سيارتنا اليوم هي التي اكس ال موديل 25 الفلاج شيب. السياره اللي قدامنا دي 2 لتر زي ما انتم شايفين هنا. طبعا الاضاءه المضيئه تظهر على مقدمه السياره، الاضاءه كلها ال اي دي، الخصيصات الاماميه والخلفيه والكاميرات ال 360 المحيطيه. هنا عندنا ده شكل الرنجات، الرينج ده قياس 20 مع الكاليبر والبريك باد الاحمر. هنا كمان هنلاقي المولدنج اللي على المرايه كله كروم، المولدنج على الابواب كله كروم، الزكاة على الابواب. هنا استهلاك البترول، لتر الواحد ماشي 15.6، تصنيف طبعا اكسلنت او ممتاز. مرايات عليها الإشارات والنقاط العمياء. ده الشكل الداخلي الجديد واللي تم تغييره على موديل ال 25. ذاكرة الوضع سيء، فول أوتوماتيك، سماعات ساوند سيستم طبعا شايفين من سوني. ده الشكل الجديد على تي اكس ال، وده لون الكراسي. طبعا مع تبريد وتسخين. هنا جلد نبة مع الكنتارة، الكنتارة على تابلو، الامبيانت لايت، الجير العلاج والستيرنج، السكان، شاحن لاسلكي للتليفون، السادة فيها تهوية، ومساج عند الراكب. ده الشكل الخلفي كراسي. السيارة دي طبعا فاتحة بانوراما، كاميرات ال 360، الرادار الأمامي، تنبيه الحارات، والنقاط العمياء اللي على المرايات. ده تورك تبع السيارة 400 تورك، ما شاء الله السيارة قوية جدا. ده شكل السيارة الخلفي، دبل اوتوماتيك طبعا، وده لون جديد نزل عليها، هو رمادي سيلفر. خلينا نقول السيارة حجمها فوق الوسط، نشوف حجم الدبة. ما شاء الله حجم الدبة عشان تقدروا تميزه مع الستارة الخلفية لتغطية الأمتعة. نشوف شكلها من الداخل مرة تانية. الخلفية هنا اللون ما شاء الله أنيق، الجلد نبة كله، ايسوفيكس لكراسي الأطفال، تحكم في المكيف بالشاشة الخلفية، مساج الراكب. ده شكل التابلو. اتصلوا على مهند 050-516-3525. اتصلوا على سيارتكم التي اكس ال من كالة الغرير اكسيد على الكورنيش في ابو ظبي، واهلا بكم.